الاسباب اللي خلتنا نعقدوا هذا اللقاء مع السيد المندوب الاقليمي هو هادشي ما جاش غير اليوم. هادشي كانت تقريبا واحد الاتصالات اللي لمده شهرين، كان الاتصال ديالي مع المندوبه الجهويه ديال الصحه اللي كان عندي مع ثلاثه لقاءات، وفعلا طلبت منها بان على مستشفى محمد الخامس بانه كيعيش واحد الوضعيه اللي هي مزريه، وفعلا بعثاتي بواحد اللجنه ديال باش غادي دير اللجنه اللي تمشي للمستشفى. فعلا جاوبتني بان كاين نقص موارد بشريه اللي هو مهم كبير في انجاح عمليه ديال السير ديال مستشفى محمد الخامس. لذا اتفقت انا وياه مؤخرا في الاسبوع اللي داز في مراكش، كان عندنا واحد اللقاء مع رئيس الحكومه وتلاقيت معاه تما، وكان واحد الاتفاق ديالنا انني قلت ليها اشنو هما الحوايج اللي هما مهمين باش يمكن لينا نحلوا المشكل ديال مستشفى محمد الخامس. فعلا اول حاجه جاوبتني قالت لي المشكل عندنا ديال الموارد البشريه ديال لي زانفيرميير الممرضات والممرضين، عندنا مشكل فيهم كبير. اما بالنسبه للدكاتره عندنا بالنسبه اي حاجه غنحلها، ولكن المشكل ديال الممرضات فعلا دعات لها باننا غنفكوا هذا المشكل ديال الممرضات، وفعلا قلت لها اننا غادي نتكلفوا بهم. يعني المال ديالكم الخاص يعني من كاين، ماشي انا بوحدي، كاين غيكون معايا الطالكي ان شاء الله تا هو غادي يتعاد باش غادي نتعاونوا حنا جميع، وغادي ندير واحد لا كونفونسيون ان شاء الله مع الصحه على اساس باش نحاولوا نفكوا هذا المشكل ديال الممرضات، ولكن شريطة ان هاد لا كونفونسيون تكون فيها تعهدات ديال لا ديليغاسيون ديال اسفي بانها تقوم بالمهام ديالها احسن ما يرام. وفي نفس الوقت هاد لا كونفونسيون غادي تكونش فيها غير تعهد ديالنا باننا غادي نعطيو الممرضات، ولكن تعهد ديال لا ديليغاسيون باش انها توفر ليكيبمون ديالها. ماشي غادي يمكن حنا نجيبو ممرضات وليكيبمون ما كاينش، كنمشيو للبلوك ولا بلاصه ديال الجراحه غادي نلقاو ان ما خدامش البلوك او ما خدامش بزاف الحوايج، اللي الماتيريال ما خدامش، دونك الماتيريال خصو يكون خدام، كلشي يكون خدام. حاجه اخرى اللي هي مهمه وهي لي جيرزونس، يعني خاصها تقاد، لان لي جيرزونس عندو واحد الثقل كبير هو اقليم كاسفي كامل كيكون في هذه البلاصه، تا هو خصنا نلقاو نحلوا ليه المشكل. دونك لا كونفونسيون غيكون فيها كل شيء، غيكون فيها حتى الطلبات ديالهم من الوزاره، غنشوفوا شنو هما لي مونك اللي خاصهم هما، تعطيهم لهم الوزاره، غنهزهم في هذيك لا كونفونسيون، كوبي غادي تمشي للوزاره عن طريق الديليغاسيون، كوبي غنهزها انا وغادي نمشي ديريكتوم مع الوزير وغنجلس مع الارض باش نحلوا هذا المشكل ديال الصحه في مدينه اسفي، لان مشكل كبير. يعني انتم ما متنازلينش كفريق ديال التجمع الوطني للاحرار؟ لا، احنا مشكل، احنا حتى في الحمله ديالنا الانتخابيه كانوا الناس اغلبيه ديالهم كيعانيوا من مشكل الصحه، كلهم عانوا لينا من مشكل الصحه، اللي كتهضر معاه تيقول لك الصحه، تيقول لك الصحه. فعلا حنا خدامين على الملف ديال الصحه، خدامين عليه شحال هذا، ماشي يلاه اليوم، ماشي هو اليوم عاد هضرنا عليه، حنا تقريبا ملي داز 8 شتنبر، وحنا تقريبا حنا كنحاولوا باش نلقاو حل لهذه المعضله اللي عندنا، وهي معضله كبيره في مدينه اسيف في ميدان الصحه، حتى من الناحيه ديال والنيفو ديال المدن المغربيه، اسفي ما غاديش معاهم حتى في الصحه، كنمشيو لاكادير ولا نمشيو لمراكش ولا نمشيو للجديده، نمشيو فايتيننا بزاف. اذا كاين اهمال بزاف لهذا القطاع في هذه المدينه. حنا غنلزمو حتى السي حنان انه عنده هذا الشيء ديال الجاردينه ديال النيتواياج وداك الشيء النظافه، غادي نفرضوا عليه حتى هو يدير النظافه في هذا المستشفى، واخا غير مره في اسبوع ولا مره في 15 يوم. يعني الناس كلشي مستعدين، مادام حنا المجتمع المدني مستعد راه خصها حتى الوزاره تكون مستعده اكثر منا. كنتمناو ان هاد المنتخبين ديال المدينه تاهما ضربوهم النفس كيف ما درتو انتم على السياسه تبعكم الناس، حتى اليوم السويطار نشوفوا الناس. لا اخوان، انا ما اقدر نقول والو، حتى بالنسبه للاخوان اللي هما في احزاب اخرين تاهما راه كيديروا كيبذلوا مجهود، تاهما راه تيترافعوا في بعض القضايا اخرى اللي مختلفه علينا، كل واحد كيشدوا كيمشي في واحد الدومين، هذا مزيان، يعني ما نكونوش بلاصه واحده. حتى بالنسبه للاستقلاليين، الناس ديال الاستقلال راهما كيترافعوا في جهه، الناس ديال البام تاهما كيترافعوا في جهه اخرى، يعني راه واحد مجالس. حنا نتمنوا ان هذا الموضوع اللي حنا فيها تكون سبيسيال، يعني نحاولوا نغطيو مضاع، يعني نحاولوا نردوا ما الوجه ديال هذه الساكنه اللي هي ساكنه ضاعت بزاف. وكما كتشوف مدينه اسفي، راه مدينه اسفي هذه ديال 30 سنه راه باقا هي، وانا تنقولها ديما، مدينه اسفي ديال 30 سنه باقا هي. واش منا حنا عيب او من المنتخبين او من المسيرين او لا، اسفي مهموله من الفوق، ما كاينش اللي كيهضر عليها، حنا الخطا باقي ما عارفينوش، وحنا دابا كنقلبوا ان شاء الله غادي يكون الخير، وغنطرافوا على المدينه، وكنتمنى من الناس يدعمونا
ويساندونا لان تلقاو شي شويه ديال التشويش اللي هو مش حاجه كثيره، ولكن حنا التشويش كيزيدنا عزيمه وقوه وان شاء الله ما غادي نرجعوش للور، وهذا الشيء كيزيدنا غير الاستمراريه وان شاء الله اسفي غادي تكون احسن ما يمكن ان شاء الله من القدام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.